النادي الاهلي. شوف المحاوله هنا، المحاوله بوه، ولكن هنا بقى يعني تطلع كره وحكم اللقاء مدي ايه؟ مدي ايه؟ ادي مدي ضربه جزاء ومدي الحقيقه كارت احمر، وادي دقيقتين وقت محتسب بدل ضايع. الكره اللي فاتت شوف الانفراد واضح تام، انفراد تام يعني ضد عبد الله فاروق، ضد عبد الله فاروق. ركله جزاء لصالح جامعه كلوج، ركله جزاء. هنشوف شريف اكرامي، هنشوف شريف اكرامي داخل داخل، صدها صدها ولسه في خطوره بو، ولكن هنا بقى يعني شريف اكرامي الحقيقه صدها في الكره الاولانيه، ولكن على طول الى داخل الشباك تعود الكره الحقيقه للاعب رقم سبعه ويحطها. شوفوا شريف صدها بشكل هايل جدا جدا، ولكن فين بقى كان لازم الحقيقه الكره اللي فاتت بوستينا. هنشوف حكم اللقاء يعني كلوب او كلوج جامعه كلوج